بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نقفل مع بعض كيس مخدة للمبتدئين اللي هم ما عندهمش فكرة خالص بالخياطة. احنا عملنا قبل كده اللي هو بالقلاب، ده هنعمله ما فيهوش حاجة خالص، هو كيس مخدة يا دوب هتنيه، بس اللي هم ما عندهمش فكرة خالص هو سهل جدا ما فيهوش حاجة. انا باجي كده بخلي القماش وشه من جوه، بحط الاتنين على بعض على ظهرهم كده خلاص، وباجي هنا كده اهو بمسك القماشتين مع بعض اساويهم كده اهو، وبعدين اتنيهم تانيتين مع بعض. لو انا عايزه اعمل اوفر بدوس خط كده واحد، وبعدين بعمل هنا اوفر. لو انا مش عايزه اعمل اوفر وده يفضل احسن من الاوفر، بكفف يعني بتني كده اهو، بتني تانية كده وبعدين تانية كده كمان صغيرة كده اهو، بتني تانيتين كده خلاص اهو. بسم الله. كده اهو امشي كده، ابقى عماله اظبط كده واتني ثانيتين صغيرين قوي. بعد ما هتني التانيتين دول كده بتني كده اهو، لو انت مبتدئة جديدة او مبتدئ في الخياطة بنمشي كده عشان الإدنة تبقى مساوية بالطريقة دي اهو. شوفوا الخياطة نظيفة ازاي، اهي نظيفة خالص، هي مفيهاش حاجة اهو. كده انا عملت كده اهو، خياطة نظيفة ما فيهاش حاجة خالص، التاني تاهي المخدة. طيب هاجي بقى هنا عايزين نتني حرف المخدة من هنا، برضو نفس الكلام، همسك كده القماشة اهو وهتني ثانية كده، وبعدين هتني ثانية كده على بعد سنتي كده ولا حاجة اهو كده. بسم الله. كده اهو الكيس التاني من الناحية دي اهو. طيب اتنيه برضو من الناحية دي. طبعا واحنا ماشيين كده في فتل بتطلع كده، لو احنا عايزين الشغل يطلع نضيف بنقص الفتل دي كده واحنا ماشيين اهو اهو، عشان الشغل يطلع معانا نضيف. متهيألي سهل جدا، ممكن أي حد اللي ما عندوش فكرة خالص بالخياطة بيعمله عادي جدا. طبعا احنا بنظبط ايدينا واحنا ماشيين، طول ما احنا ماشيين بنظبط ايدينا اهو. كده خلاص الكيس اتعمل اهو اهو، كده خلاص الكيس اتعمل اهو بقى كويس جدا اهو. في بقى مطبعة كانت قالت لي، كانت سألت نعمل الاوفر ازاي، بديل الاوفر نعمله ازاي. يعني عملت الطريقة دي للتجفيف. في طريقة تانية، ان انا ممكن امسك القماش كده اهو وهو على وشه كده اهو، كده وهو على وشه كده، باخد سنتي ونص سنتي من هنا
واخيط وهو على وشه كده، وبعدين ادخل من جوه اخيط كمان نص سنتي. لا انا هقول لكم على حاجة، انا الطريقة دي كده هعملها في كيس تاني او في حاجة تاني عشان تشوفوها مظبوطة كده. المهم ان الكيس كده اهو اتقفله كويس جدا اهو، استنوني واحنا بنقفل الملاية بتاعت الطقم دوت ان شاء الله. سلام عليكم.